في ناس كانت متابعيني الفتره اللي فاتت عارفه ان انا بحب النادي، مش هقول ان انا بشتغل، عارفه ان انا بحب النادي، هعمل الصح، مش داخل اتلمع، لان هي بالنسبه لي حاجه مش ما فيهاش تلميع غير ان انا اسمي بس في نادي الزمالك. يعني انا قاعد معاك دلوقتي عشان انا مشرف على نادي الزمالك، عشان بس حكينا اسمنا مع نادي الزمالك خلاص. فانا مقدر ده اكتر من اي حد. ولا في يوم من الايام هستغل ان انا موجود في مكان، ولا في يوم من الايام هستغل ده في تصفيه حسابات مع لاعب. اعتبر دي اجابه على الناس اللي بتقول ده مرتضى منصور عايز يورث النادي لاولاده. لا اصل هو مش اصل هو هي في الاخر هي انتخابات. طب ما احمد نزل انتخابات وربنا ما وفقوش. صح. ما فيهاش الناس عايزاك هتجيبك، مش عايزاك مش هتجيبك. مفيش حاجه اسمها توريث. بس في الاخر انا في صوره اللي بعتها لك، فاهم؟ لما انا ابقى عندي 4 سنين وبلم كور في ماتش الزمالك وشوتينج ستارز، وبيتقال عليا لحد دلوقتي اهلاوي او ابويا اهلاوي، هعمل ايه تاني يعني؟ يعني هعمل ايه تاني؟ فبص انا بخاطب برضو، دي حاجه مهمه عايز اقولها في الاخر. دي الصوره، دي الصوره، فاهم؟ كنت بلم الكور يعني، ماتش كنت بلم الكور. ده ماتش كوتوكو 93. حاجه من الحاجات اللي انا بوعد الناس بيها يعني، انتوا ليكم ان انتوا تشوفوا النادي اداريا وتسويقيا وتعاقديا واعلاميا في الحته بتاعه الكوره، لان انا مش عضو مجلس اداره خلاص، بشكل احسن، بشكل متطور، المشاكل تقل، يتوفر مناخ كويس، تشوفوا لعيبه الزمالك بيستثمر فيها، بيبيعها بارقام كبيره، بيجيب لعيبه بارقام قليله، هتشوفوا الكلام ده كله. ده شغلي خلاص، قدرت اعمله. مش مستني شكر من حد، لان ده شرف ليا ان انا ابقى موجود. ما قدرتش اعمله، انا اول واحد هطلع اقول انا مش قادر، المسؤوليه اكبر مني وهمشي.